مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على الزياده. سولناهم على الزياده ديال المواد الغذائيه، على الغازوال، هذه المره غنسولهم على اللحوم البيضاء الدجاج اللي طلع واحد الطلعه صاروخيه. كما سولنا مربين الدواجن قال لك حق الاسباب هي قله الانتاجات ديال الكتاكيت، وغنسولوا المواطنين يعني اشنو الراي ديالهم في هذه الزياده الصاروخيه بكل تواضع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشباب دابا واحد الطلعه صاروخيه ديال الدجاج، كان كيدير 13 14 ماكسيمو، دابا ولا كيدير 18 درهم 20 درهم ما كيهودش عليها. وهي في الحقيقه هاد الزيادات هادي ما كنعرفوش الاسباب ديالها الحقيقيه، لا من الناحيه الاقتصاديه، هي تضرب في الجيب المواطن ديريكت كما كنقولوا، في القدره الشرائيه ديال المواطن العادي اللي هو كيعيش وباغي يعيش ودرويش. يعني في هذه الحاله هذه كنظنوا بان لا المجتمع ولا الفعاليات خصها تضامنوا وتدافروا باش نعرفوا على الاقل الاسباب والمسببات ديال الزيادات، واش هي حقيقيه فعلا ام انها من اجل تضييق ومن اجل معرفه الاشياء اللي هي بعيده في الحقيقه على الـ على الـ على الـ على الواقع ديالنا اللي كنعيشوا اليومي، وعلى المصروف وعلى القدره الشرائيه ديال المواطن كذلك. شي رساله منك اليوم هادو اللي كيزيدوا؟ وهي الزياده دابا، الرساله دابا خصنا نعرفوهم شكون هما بعدا، وخصنا نعرفو شكون هما بعدا اللي كيزيدوا. دابا حنا مشينا بحثنا سولنا يعني قال لك مربيين الدواجن قال لك قله انتاج الكتاكيت هي اللي خلات ان الدجاج يطلع الطلعه الصاروخيه. ما كنظنش وفي الحقيقه هذه سبب ما يدخلش العقل وما يتقبلوش العقل، حتى ماشي غير الكتاكيت، شنو هما الاسباب؟ يعني شنو يعني احنا الاقتصاد ديالنا واش ما محميش؟ واش ما عندناش واحد المانتيان ديال ايكونوميك بوغ ايفيتي هاد لوغمونطاسيون ديال لي بري ديال الدواجن؟ ما كنظنش ما دخلاتش لك الراس. لا ما دخلاتش لي الراس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشريف اش دار لك في هاد الطلعه الصاروخيه ديال الدجاج؟ والله يهديهم علينا، الله يهديهم علينا امين. دابا حنا مساكين وخاصهم يتهلاو في المساكين، حنا ما عندناش باش نديروا الغدا. ما عندكش حتى باش دير الغدا وما زادوا في الدجاج. الدجاج كان عندنا هو اللي كان عندنا فيه ذاك، جمعوا معنا مره واحده. جمعوا طواو صافي. دابا شي رساله منك اليوم؟ هي هذه كنقول لك الله يهديهم. الله يهديهم. صافي. امين. احسن رساله. الله يهديهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اختي اش ظهر لك في هذه الزياده الصاروخيه ديال الدجاج من 13 14 درهم ل 18 دابا 20 درهم دير؟ زياده غير منطقيه وما كطلعيش احتياجات المواطن والقدرات الشرائيه ديال المواطن، يعني اللي تقريبا اللي غادي يدبر الشؤون ديال هذه المسائل ما مرعيش نهائيا المواطن بتاتا. وشي رساله منك اليوم؟ كنقول لهم راعيوا للمواطن البسيط اللي عنده واحد الدخل ربما ما كيدخلش حتى 50 درهم في النهار، خاصك تراعيو ليه. تحياتي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واسمح لنا شديناك في فيروس. ما كاين مشكلة. ولكن الموضوع راه هام. اش ظهر لك في الطلعة الصاروخية ديال الدجاج؟ ماشي معقول. الدجاج خصو 13 درهم 12 درهم، وهذاك الشيء مسكين كواكل الدق. دابا ولا داير 20 درهم. لا 18 درهم داير. دابا 18 درهم الصباح داير 18، ولكن البارح راه كندير 20. داير 20 درهم. البارح الصباح 18 درهم. وشي رساله منك؟ الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. امين. كل الناس اللي كيربوا الدجاج الله يهديهم، كيزعل على المواطن المسكين راه واكل الدق. المواطن المسكين راه كاين اللي كيخرج كياخذ كيبغى الربعه ديال الدجاج، كيلقى الربعه ديال الدجاج دابا ب 15 درهم. ربعة ديال الدجاج ب 300 دريال. 300 دريال باش كتبعاه. الله يكون في العون، الله يكون في العون. امين. تحياتي. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. الراي ديالك كمواطن في هذه الزياده الصاروخيه ديال الدجاج، كان داير 13 14 دابا ولا داير 18 20 درهم؟ 18 20 درهم. هذا الشيء زعما كثير زعما المواطن من ناحيه البوار داشا ديال الانسان، على حسب السميك والبوار داشا سي ان بو زعما هادشي يعني بزاف عليك. بزاف هادشي شويه خصنا ثاني فوالا ثاني يقاد شويه الثمن. على حساب فوالا على حساب الاجور ديال الانسان وداك الشيء المعاونه. بون الانسان عنده لي فري ديال الكرا لي لويي، هادي من المدارس ديال الدراري، هادي من الله يحسن العوان الانسان خصو فوالا. يعني الدجاج 18 20 درهم قاص بزاف شويه قاص. شي رساله منك لهادو اللي كيزيدوا؟ اسيد الله يهديهم وخصهم يكونوا عندهم واحد الوطنيه الانسان خصو فهمتي؟
خاصك تكون واحد الوطنيه مع هذا الشعب هذا والانسان راه مضرور شويه ويتحسف للمسكين ويتحسف للمسكين حتى والله يحسن العوان حتى والانسان راه كان بوليداته وعنده المصاري بزاف هادشي زعما راه ولا هادشي راه ماشي ماشي معقول ماشي معقول تحيه والبوفوار داشا زعما عندنا شويه راه طايح فهمتي داكشي زعما خاص الانسان شويه على حساب ولا المصاري بزاف بزاف زعما الانسان خصو يتعاون مع المواطن تكون شي الوطنيه ونتعاونوا شويه اونصون باش نكونوا فهمتي الانسان يوصل شويه ماشي تحيه الله يعاونو صافي الله يصاوب الله يصاوب.